انا تمغزي لي عمو هاد الثوب انا نبيعو وندو راس لا يا خو كثروا عطاوك عطاوني يا عمو انت تاني انت ما زكت وقف عليها هنايا واش شكونك حابي وقف عليها يا لا ما تحلبش ناضيقي خريف جوكي كان جوكي حطو رمي تحتو راك تلبس الخبرة الزمان بكريني هنا نقريك ونجحك انا خاطيك روح ناضيقي خريف جوكي وما تحلبوش خريف وكان واحد في راسي يا اخو دوك نشوفو ضامنو سنقرش محلقلو او جابك يا ربي يا تيتا مايا هاي الزب راني كاح يا كي وش بيه يا الخير صح راني مع القرايا واني نحوس على خدمة وكار في اخو دارنا عرضت على لي سوبيرات لي في الحومة وكاع شايف يا خصني خدمة ما نخدم على شي يا ماني واحد ما عيط لي يا اخو انا مالي يا اخو مازالك نية الله مسالة بالك علاش مسالة بغاش يوم يديروا في العدة مازالك تقرب 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 بعد يحكم فيك واحد غير عنده نيفو نافيا ماني تمسخر بيها يا اخو انا انت هديت العاب يا اخو انا ندير في العدة تخدم تخدم ماني حايب يا اخويا مريح عاد تخدم كيفاش هادي نخدم انت اخويا انت لي زوم انا نخلط في الورو نقسمو واش كاين نقسمو خدام خلاص من اليوم كامل يا عمتيك يا اخو تساعدني يا ديم اوه يا راك في الباكية صح يا راه راك لعب يا راه نو يا اللعب وطيس نعم اللعب اوه صاحبي واش ايمن ديها مليحة فهمتكش قاع يا اخو عندك دوكا قريت سمانة وانت تقول لي مليحة يا اخو انت ربي خلق غير القعادة يا اخو هادي يا اخو ولا ممكن ولا اخو بصح كيف باش نخلص على القعادة انا يا ها نخلص على القعادة ربي خلص جي تشرى ولا ممكن ايا طيزن انا جاي كيف وينك جاي يا اخو ايا نعمت قاعدة بنادم يا اخو الله سخي الله يا ربي دكتي تام هذا يجر عليه هو انسان عاقل يا قول له ما قولوش قول له تخاف تحصل ما تقولوش تخاف ربي يزعف عليك ها هو قول له هذاك ايمن عليا شيخ ياسين باش ينصحهم او يجر عليهم ها هو لازم نقول له يا واش تيتا واش صافا شويه الحمد لله يا ربي تيتا واش تدير لهنا اخويا خدام يا صاحبي واش خدام تاع في الكل راني ناس في جنين ما عملك خدام صاحبي يعني خدام مع ايمن صاحبي ماك جايب خبر كل وين جيت من القاعد بلا خدمه بلا والو انا كاني خدام يا اخو واش خدام صاحبي يا اخو انا نبيعو في الاورو من الاخر شوف صاحبي هذاك ايمن عريان وهذاك شيخ ياسين اكثر منه شكون صاحبي شيخ ياسين ياسين هذاك الانسان الكبير راهو يدور معاه باش يدير الخير في حياته راهو يجر على الناس شوف صاحبي حنصحك لا في سبيل الله قلت لي تنصحني والله غنهضر معك سيريوز مخو راك تشوف فيها دراري صغير انا شوف شوف هادوك الزوج راهم يخلطوا انا هضرتي قلتها لك وراي رايك صاحبي اخونا تاخذ رايي راح دير تيك توك نصح كيما مين نصحوا في لي بعد راح دير تيك توك اش المشكل الحاج خليه ينصحني اخو فهمني واش راني نخدم يا اخو ابوك شحال يا اخو راك تدي في العام انا مسقسيت مانيش فاهم واش راني نخدم يا اخو ما كاش تخدم قول لي يا اخو ما نعطيك دراهم يا اخو ما كاش بنادم كيما انت قاعد ودي في العطا يا اخو اصبر انا معي طول الو وي اوه هكذا خلاص خلاص اني جاي اني جاي اني جاي صح اني جاي يا مولي اصبر اني جاي يا لقيتها ما طاحوش عليك ما خلصيتهم قال لهم دوك يطيحوا الكاز احنا نشوفوا منه وخبيت كاع شي تما
كلش شو تقول لي؟ انا تغرمني كيف ما يرمي ما وصلوا غمرك ما شو تقول ابريد انطح عليك.